أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضرورة العمل على ضمان حماية مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع بالوكالة باتريك شانهان بعد إحاطتهما أعضاء الكونغرس بشأن تطورات التوتر مع إيران. قال بومبيو إنه قدم أدلة جديدة عن التهديدات الإيرانية للمشرعين، فيما أعلن شانهان أن التهديدات الإيرانية تم ردعها عبر نشر القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة.